لك هاللي فانينا فرحنا له غنينا وقلنا السعد حيجينا على قدومك يا ليلة العيد يا ليلة العيد أنستينا وجدت الأمل فينا ليلة العيد. بصوا اللي عايزة في العيد تمشي تنور في الضلمة، اولا تعمل لايك للفيديو ده، ثانيا ورقه وقلم كتير معايا ست الكل. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا، كل سنه وانتم طيبين. فيديو جديد وفيديو النهارده مليان دلع. فيديو النهارده هنعمل مع بعض احلى مقشر للجسم ممكن تعمليه في البيت، بجد النتائج بتاعته رهيبه، سواء في التفتيح، في الترطيب، في النعومه، في ان هو يقلل مع الوقت من السيلولايت او السيلوليت او الخطوط البيضاء اللي في الجسم، سواء ان هو يشد الجسم كده ويديله ملمس مختلف. هتبقي راضيه عن جسمك جدا جدا بعد ما تعملي اي سكراب من اللي احنا هنتكلم عنهم النهارده. واهم حاجه ان الطريقه دي مش مكلفه، وفي نفس الوقت كل المكونات موجوده عندنا في البيت، بس احنا بقى هنلعب بيهم. يعني مثلا حابه نستخدمهم في وصفه، حابه ناخد مكون واحد نستخدمه في وصفه ثانيه. المهم هنعمل مع بعض النهارده ان شاء الله 5 انواع من السكراب او المقشر بتاع الجسم من مكونات موجوده عندنا كلنا في البيت، وبعد كده بقى هتمشي طول ايام العيد وانت بتنوري في الضلمه من كتر حلاوه وجمال المقشرات اللي احنا هنعملها، اللي هتخلصنا من كل الجلد الميت، وفي نفس الوقت هتدي ترطيب ونعومه وهتدي ملمس كده مختلف للجسم. خلينا يلا على طول نبتدي. احب بس اعرفك شويه كده على المكونات اللي احنا هنستخدمها، عشان اكيد هتلاقيها عندك دلوقتي حالا في البيت. اول حاجه وهو الرز المطحون، هقول لكم ازاي انا طحنته دلوقتي. في كمان زيت الزيتون، نشا، ميه ورد، عسل ابيض اساسي. بصوا في حاجات كده اساسيه معانا، القهوة أساسية أساسية، ونعمل بيها أول مقشر دلوقتي، وده بالنسبة لي الأقرب يعني لقلبي والأحلى واللي فعلا باخد منه أحلى نتيجة، وهنجربه دلوقتي مع بعض وهوريكم أصلا يعني شكله على الجسم بيبقى عامل إزاي وبعديها جسمك بيتحول إزاي. زبادي، زبادي بلدي، ولبن. بس أنا جايبة يعني الكزرولة بتاعت اللبن نفسه عشان ناخد منه حبة يعني، بس اللي هو اللبن البلدي اللي احنا بنغليه ونسيبه في التلاجة لحد ما يكون طبقة القشطة دي. نشيل طبقة القشطة وناخد حبة لبن نستخدمه. يلا خلينا بقى على طول نبتدي في الوصفات بتاعتنا وأحلى مقشرات للجسم نقدر نعملها في البيت، مش مكلفة وفي نفس الوقت النتيجة بتاعتها روعة. بصوا بقى أول خطوة، وهي إن احنا ناخد الشاور بتاعنا عادي بأي شاور جل وبالليفة كده على السريع نغسل الجسم كله عشان نحط السكراب على نظافة، وده لو انت ما عندكيش مشكلة مع إنه بواقي السكراب وريحته تفضل على الجسم. يعني مثلا احنا هنستخدم زيت الزيتون وهنستخدم القهوة، فبعد ما نستخدمه على الجسم ممكن يفضل في جسمك حبة من ريحة القهوة وحبة كده من ترطيب زيت الزيتون، فلو انت الملمس ده هيضايقك هتاخدي الشاور بتاعك على السريع وبعدين نعمل السكراب وبعدين نرجع نغسل الجسم مرة تانية من بقى السكراب كده، ولا كده هنرطب في الاخر. او ان انت بقى ايه تغسلي جسمك كويس بحيث ان احنا نعمل السكراب ونشيل طبقات الجلد الميت وبعدين بقى ايه يعني يبقى عملنا الموضوع على النظافه. فكده او كده مفيش مشكله. فاول حاجه هناخد الشاور بتاعنا على السريع وبعدين بقى نعمل مع بعض المقشر ونستخدمه على الجسم والجسم كده مندي. حاولت ان انا ايه اهندل الدنيا كده واخلي المكونات بتاعت كل وصفه لوحديها بحيث ان الدنيا ما تبقاش زحمه. فاول وصفه معانا النهارده هنحتاج فيها 4 مكونات. اول حاجه الرز المطحون، كل عليكي تعمليه ان انت هتاخدي كوبايه رز تغسليها مره واحده بس عشان ننزل منها الكيماويات، وبعدين تسيبيها كده على المصفى على جنب لحد ما ترجع تنشف تاني، الرز نفسه ينشف تاني، ونحطه في المطحنه ونطحنه كويس قوي، يعني اديله وقته كده ان هو يتطحن بحيث انه في النهايه يبقى زي البودره الناعمه كده خالص. فناخد اول حاجة 3 معالق من الرز، 1 2 3، و3 معالق من القهوة، قهوة برضو مطحونة نفس الفكرة،
لازم تكون الحاجات دي مطحونه ناعم عشان ما تجرحش البشره خالص. احنا عايزين نعمل سكراب تقشير حلو للجلد الميت من غير ما نجرح البشره. فهاخد 3 معالق من القهوه، وبعدين 3 معالق من زيت الزيتون او حسب ما يدينا القوام اللي احنا عايزينه. يعني لو حسيت مثلا ان انا محتاجة زيت تاني احط زيت لحد ما يديني قوام كريمي كده، اعرف ان انا افرده ووزعه على البشرة بسهولة وما يبقاش في حاجة ايه بتقرش كده على الجسم. واخر مكون، وده برضو اساسي معانا في كل الوصفات، ده بقى هيبقى ثابت، وهو العسل الابيض. ليه العسل الابيض تحديدا؟ انا هقول لكم فوائد كل مكون حطيناه دلوقتي، بس خلينا الاول نحط المكونات كلها. ممكن ناخد بقى ايه، معلقه معلقتين حسب يعني، بس عامه هو في الغالب كميات متساويه من كل حاجه. بصوا بقى، خليني دلوقتي بقى اعرفكم على المكونات اللي احنا حطيناها، فايده كل مكون فيهم ايه. اول حاجه وهي الرز المطحون، معروف ان هو بيشد البشره جدا وبيفتحها جدا جدا جدا، وفي نفس الوقت على فكره الرز فيه نسبه من الترطيب، يعني مش بس ان هو بيفتح البشره كمان بيديها ترطيب. فده اول حاجه. والحبيبات اللي هي الناعمه بتاعته دي هتخليه يعمل تقشير للجسم حلو قوي. المكون التاني وهو القهوه، وده من اكتر الحاجات اللي معروفه في التفتيح في ان هي بتعالج الخطوط البيضاء او السيلولايت مع الوقت، يعني سواء انت استخدمتي مكون القهوه في سكراب او ان هو داخل في منتجات تانية انت بتستخدميها للجسم، او معروفه جدا جدا في التفتيح وان هي بتشد البشره وبتخلصنا من الخطوط البيضاء. واصلا وانت بتعملي سكراب القهوه ده تحديدا ريحته انتعاش، وريحته تجنن، او ريحه القهوه عامه الناس اللي بتحبها، فهتبقي مبسوطه قوي وانت بتعملي السكراب ده لجسمك. وفي نفس الوقت كون ان هي غامقه بقى على الجسم كده، وبعد ما بنغسله بنلاقي بقى الدنيا فتحت كده ونورت وجسمك بقى حاجه تانية، بيبقى من احلى بصراحه انواع السكراب اللي ممكن نستخدمها. زيت الزيتون مرطب من الدرجه الاولى، وكمان عشان يدينا قوام كده كريمي للوصفه. والحاجه الاخيره وهي العسل، ودي اللي بتظبط اي سكراب او اي وصفه، لان هو هيمسك السكراب نفسه على الجسم، يعني هيخليه يلزق، مش وانس ان انت تاخدي حبه كده وتبتدي ان انت تقشري بيهم الجسم هتلاقيه عمال يقع كده وما استفدتيش بيه. لا، العسل هيمسك لنا اولا السكراب على الجسم، ثانيا ان هو بيهدي جدا البشره وبيغذيها. فالعسل الابيض اساسي معانا، ما ينفعش حتى ان احنا نستبدله بالعسل الاسود، ده هو العسل الابيض. هنا انا الوصفه معايا بصوا مفرفطه كده شويه، فهزود لها معلقتين عسل وبعدين بقى ايه اوريكم شكلها. فاحنا خلينا ايه نمشي 3 معالق 3 معالق من كل حاجه. بصوا بقى في الاخر ده بالظبط كده القوام اللي احنا عايزينه ايه، يبقى عجينه كده. بعد ما عملنا السكراب الكريمي التحفه بتاعنا ده، هتبتدي ان انت توزعي كده في حركات دائريه على الجسم كله، على الايدين والرجلين والاماكن الحساسه، كل الجسم، البطن، اي مكان تقدري ان انت توزعي عليه السكراب وتعملي سكراب كده في حركات دائريه، اعملي كده. وبعدين حاولوا ان احنا نسيب السكراب على الجسم شويه، لان هو كده ولا كده كله اصلا مواد مفيده ومفتحه للجسم، فاحنا مش عايزين يبقى الموضوع مجرد دقايق. لا، لو قدرت ان انت توزعيه وتعملي سكراب وكله تمام، وتسيبيه بقى على الجسم شويه مثلا 10 دقايق ربع ساعه تلت ساعه على قد ما تقدري، يبقى حلو قوي قوي. ممكن كمان ان انت توزعيه خالص، يعني توزعيه على كل الجسم وتسيبيه، وبعد شويه تبتدي ان انت تعملي سكراب كده ولا كده، مش هينشف لان احنا حاطين زيت زيتون وحاطين عسل. فاللي يريحك عادي نعمل في حركات دائريه سكراب لكل الجسم على قد ما نقدر، ونسيبه شويه وبعديها اشطفي جسمك بالطريقه العاديه بالميه بس، او زي ما اتفقنا ممكن تستخدمي حبه كده من الشاور جيل على الخفيف مع الليفة عشان تخلصي من كل اثار السكراب. وبعديها هنرطب الجسم باي مرطب تحبيه، بس كده خلاص، مش محتاجين اكتر من كده. ده بجد من احلى انواع السكراب اللي ممكن تعمليها، اللي فيها فوائد رهيبه للجسم، وفي نفس الوقت هتاخدي منها نعومه 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 مش طبيعيه، وتفتيح كمان للجسم، وهتلاقي جسمك نور.
الوصفة التانية هنستخدم فيها برضو الرز المطحون. جميل، اقرأوا عن فوائد الرز للبشرة، مش هتصدقوا بيعمل مفعول السحر في الجسم. المكون التاني وهو الزبادي، الزبادي البلدي. جيب علبة زبادي. بصوا انا هستخدم نصها عشان انا كده ولا كده بعد ما اخلص الفيديو هقوم اخلط كل الوصفات دي مع بعض كده وهستخدمهم مرة واحدة. بس طبعا لازم عشان اعملهم معاكم لازم اعملهم، لكن انت ممكن تستخدمي علبة الزبادي كاملة. فانا هاخد بس نصها عشان هستخدم النص التاني في الوصفة اللي بعد كده. هنشيل بس طبقة القشطة اللي هي موجودة على الوش دي ونستخدم الزبادي بس، يعني دي يعتبر دهون شوية وحاجة سميكة فمش عايزينها. وبعد كده برضو هنستخدم 3 معالق من العسل الابيض. 1 2 3 قلب 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 الرز وخلاص، متفقين ان هو بيفتح جدا جدا، وفي نفس الوقت عشان الحبيبات الناعمة بتاعته دي فهيعمل لنا تقشير للجسم حلو قوي. الزبادي معروف برضو ان هو بيفتح قوي وبيهدي لو في اي التهابات في البشرة، وفي نفس الوقت بيغذيها كده وبيرطبها. والعسل عشان يظبط لنا كده القوام بتاع الوصفة فتبقى كريمي على الجسم وفي نفس الوقت ما تقعش واحنا بنستخدمها، وعشان يغذي البشرة ويهديها. فدي كده الوصفة التانية او السكراب التاني، عايزين نوصل للقوام ده كده بالظبط. الوصفة الثالثة ودي اللي هنستخدم فيها برضو الرز المطحون، ده اساسي وثابت معانا. وممكن على فكرة يعني نبدل ما بين القهوة والرز المطحون، انا بحس الاثنين بجد تأثيرهم تحفة قوي على الجسم. فهنستخدم 3 معالق من الرز المطحون وهنستخدم عليها باقي الزبادي البلدي، ضروري ان هو يكون بلدي بجد بيفرق قوي. انت ممكن بقى ايه لو حسيتي ان انت محتاجة حبيبات اكتر ممكن نخليهم 6 معالق مثلا على كوباية الزبادي كلها، انا برضو استخدمت نصها بس. وهنزود المرة دي 3 معالق من النشا. ثلاثة. وعشان النشا تدوب معانا كده مع الزبادي ومع الرز هنزود 3 معالق من مية الورد. دي طبعا ملعقة صغنونة خالص، فانا هحط كده ايه تقديريا يعني 3 معالق. واخر حاجة هي انتوا خلاص حافظين بقى، يعني انتوا خلاص بقى عرفتوا احنا هنحط ايه، هنحط العسل الابيض 3 معالق. بصوا انا بحاول اسهلها لكم اهو، يعني مكونات مقاديرها واحدة عشان محدش يتلخبط. الرز وخلاص وعرفناه وعرفنا فوائده. طب النشا، النشا بتفتح جدا 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 وبتشد البشرة شدة مش طبيعية، يعني تحسي اصلا ان بشرتك كده مشدودة بعد ما تستخدميها. ليها فوائد رهيبة النشا دي بجد، يعني في ان هي تشد البشرة وتفتحها. والزبادي خلاص برضو عرفناه هيغذي البشرة جدا وهيرطبها وهيساعد كمان على التفتيح. دي لو عايزة بقى فعلا جسمك ينور قوي، يعني مش لو الرز بس، لا كمان النشا تحفة. ومية الورد تعتبر مهدئ جدا للبشرة، وفي نفس الوقت عشان تظبط معانا القوام عشان النشا كده تدوب مع باقي المكونات. بصوا لما بقلب هو خلاص بيديني ايه، ولا ملمس سايل ولا في نفس الوقت تقيل، لا ملمس كريمي كده حلو يمسك على الجسم. والعسل ضبط لنا طبعا الوصفة وفي نفس الوقت هيهدي البشرة وهيغذيها. ما نعملش من الحاجات دي كميات كبيرة، يفضل ان احنا نعملها كل مرة طازة، او انا عشان احنا مش حاطين اي مواد حافظة كلها يعني مكونات طبيعية فمش هينفع ان احنا نحتفظ بيها فترة طويلة. وفي نفس الوقت عشان نستفاد فعلا من فوائدها لازم تكون الوصفة دي طازة وتجري على طول على الشاور تاخديها. ده كده القوام بتاع الوصفة التالتة. بصوا جميل ازاي قمر.
السكراب اللي جاي ده بقى من انعم انواع السكراب على البشره، اللي هو انت لو بشرتك حساسه قوي ما تستحمليش يعني الحبيبات على بشرتك، فالسكراب ده هيكون حلو جدا، وفي نفس الوقت بيعتبر مقشر وفي نفس الوقت ماسك. هما كلهم بصراحه كلهم يعتبروا ماسك ومقشر في نفس الوقت لو سبتيهم شويه كده على البشره، بحيث ان هي تستفاد وتتغذى منهم. بس السكراب ده تحديدا بينور كده الجسم وبيهديه، لو بشرتك حساسه هيهديها جدا، وفي نفس الوقت يعتبر مقشر هيقشر كده طبقات الجلد الميت على خفيف ويديكي ملمس ناعم جدا جدا للجسم. كل اللي احنا محتاجين لبن بودره ولبن سائل وعسل ابيض وممكن معلقتين كده من ميه الورد، عشان برده بتهدي كده وبتلطف على البشره. يعني اول حاجه هناخد 3 معالق من اللبن البودره، المعلقه دي صغيره فايه فاحط 6 4 5 6 وادي اللبن اللي هو الطبيعي اللي بيتغلي ده. بصوا القشطه هي متكونه، فانا هاخد اللبن بس مش هنزل اي قشطه معاها، واحط برضو حوالي 3 معالق كبار، وطبعا يعني دي معلقه صغيره خالص، فاحط ايه كده حبه كده بالتقدير يعني. بعديها العسل خلاص اساسي وثابت معانا، وهاخد معلقه واحده بس من ميه الورد. ممكن نزود لو حسينا ان القوام يعني جامد شويه ممكن نزود ميه ورد، لو حسينا انه سايل شويه مش هيمسك على الجسم ممكن نزود لبن بودر. اللبن معروف جدا 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 ان هو بيفتح الجسم، بيهدي لو فيه اي التهابات، خاصه كمان اللبن الطبيعي. وانا من احب واحلى الوصفات لقلبي ومن اكتر الحاجات اللي بتنظف فعلا البشره قوي هو اللبن الطبيعي. باخده على قطنه كده، بحط في معلقه كده، باخد معلقه بس من اللبن وبحط القطنه فيها من سنين، بحط فيها القطنه كده وبمسح بيها وشي، واوقات احط الكريم المرطب، واوقات اروح اغسل وشي، بينور البشره وبينضفها. انت اصلا تلاقي القطنه مش نظيفه حتى لو انت كنت لسه غاسله وشك. فاللبن معروف جدا جدا ان هو بيفتح وبينضف، واللبن البودر بيفتح قوي قوي، العسل بيهدي، ميه الورد بتهدي، ده ناعم قوي قوي على البشره، فاللي هو اصلا مش هتحسي ان هو سكراب قوي. فده ممكن بقى لو احنا عايزين نفتكس ونزوده ونخليه برضو يبقى اقوى في التفتيح واقوى في التقشير، هنزود له الرز المطحون. لو انت بشرتك حساسه اكتفي بس بان انت تسيبيه كده على جسمك لحد ما ينشف تماما، وبعدين ابتدي ان انت افركيه، هتلاقي كل اللبن ده نزل من على الجسم وفي نفس الوقت ساب البشره ناعمه ومنوره. فده كده كان السكراب الرابع. بصوا القوام بتاعه عامل كانه كيكه، هقوم اخبزها دلوقتي في الفرن وكلها. اخر سكراب بقى معانا، وده هنستخدم فيه 3 معالق من الرز المطحون، هو اخر وهم اخر حبه من الكوبايه، شوفوا عملنا قد ايه، و3 معالق من العسل الابيض. وهنستخدم بقى مكون انا يعني مش هعمله دلوقتي لان انا اوريدي مستكفيه جدا بالقهوه بقى وبالنشا وبالرز المطحون، كميه الباسكات اللي هحطها دلوقتي على الجسم، لان زي ما بقول لكم انا بحب استخدمه وهو طازه، مش بحب ان انا اسيبه كده. فاحنا بقى نعمل حاجه، يا اما هتجيبي بطاطسايه يا خيارايه وهتبشريهم، وبعدين اي مصفى وتصفيها وتاخدي الميه بتاعتها، سهله جدا. احنا عايزين ميه البطاطس او ميه الخيار، او انا هستسهل وهحط ميه الورد، بس احنا عايزين اي ميه يعني تمسك لنا القوام. لو استخدمتي سواء ميه البطاطس او ميه الخيار بيفتحوا جدا جدا جدا، بيهدوا البشره جدا جدا، فيهم نشا كده كده طبيعي، يعني البطاطس فيها نشا فهتلاقيها بتفتح قوي قوي البشره. واحنا استخدمنا الميه بتاعتها عشان اولا ناخد الفوائد بتاعتها، وفي نفس الوقت
ان هي تفتح معانا. بس في اصلا بيطحنوا البطاطس نفسها وبيستخدموها، بس انا بفضل ان احنا نستخدم الميه نفسها بتاعه البطاطس او ميه الخيار ونعجن بيها الرز اللي هو المطحون. هتبقى تحفه 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 في التفتيح وتحفه كده في النضاره اللي هتديها للبشره. انا هقوم دلوقتي بقى اوريكم شكل كل سكراب منهم على الجسم، وبعد كده هخلطهم بقى على بعض واستخدمهم انا. بس بجد ده احلى سكراب ممكن نعمله في البيت، وبعد ما تخلصي اي سكراب فيهم تسيبيه وقته، تديله وقته كده على الجسم على قد ما تقدري، وبعدين تشطفي الجسم بالطريقه العاديه وتستخدمي شارجر كده على السريع، او تسيبي الجسم يكمل استفاده من كل المكونات كده ولا كده. كل المكونات دي هتنزل اول ما انت تشطفيها بالميه، هتنزل من على الجسم مش هتفضل. بس مثلا لو ضايفين في وصفه زيت زيتون هيديكي حبه ترطيب، لو القهوه مثلا حطيناها في السكراب هتديكي ريحه القهوه شويه يعني على الجسم. عامه ما فيش منها اي مشكله. وبعد كده هنستخدم المرطب بتاعنا، اي مرطب بقى للجسم، اي كريم اي لوشن عندك، رطبي بيه الجسم وشوفي بقى النعومه وشوفي التفتيح الرهيب اللي هتاخديه من اي وصفه احنا عملناها مع بعض النهارده، او من اي سكراب يعني عملناها مع بعض النهارده. حالا دلوقتي عايزاكم تنزلوا تحت في التعليقات وتختاروا سكراب من 1 لـ5 هتعملوه حالا دلوقتي، يعني تقومي دلوقتي حالا تجهزي السكراب وتخشي تعمليه على طول. قولولي يعني اكيد اكيد عندك على الاقل مكونات سكراب او 2 او 3 على الاقل من كل اللي احنا اتكلمنا فيهم. يعني رز المطحون ده اكيد سهله، هتجيبي الرز وتطحنيه، القهوه عندنا كلنا في بيوتنا، العسل الابيض، ميه الورد ثابته معانا واساسيه في الصيف وفي الشتاء وفي كل وقت. فالمكونات سهلة وبسيطة وفي نفس الوقت مش هتصدقوا اصلا جسمكم هينور ازاي، هيبقى حاجة تانية خالص. هتمشي بقى منتهى الثقة في نفسك بقى في العيد وانت جسمك منور كده وناعم وملمسه جميل. بجد كل انواع السكراب اللي احنا عملناهم مع بعض النهاردة دول ليهم فوائد رهيبة جدا، فجربوهم. واكيد انا واثقة ان انتوا هتدعولي بعد ما تجربوا اي طريقة فيهم وهتكونوا راضيين جدا جدا عن النتيجة. وبس كده، دي كانت كل حاجة الفيديو النهاردة، ودي كانت اسهل انواع سكراب نقدر ان احنا نعملها بنفسنا في البيت وفي نفس الوقت ناخد منها نتيجة تحفة. كل سنة وانتم طيبين، وربنا يا رب يعود علينا كل الايام بكل الخير والبركة اللي في الدنيا. واشكركم جدا جدا، اشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي على خير.